تحت أصداء الطبول الإفريقية الممزوجة بنغمات الموسيقى الصحراوية، انبسط السجاد الأحمر من جديد أمام وفود الفاعلين في مجال السينما لحضور الدورة 11 للمهرجان الدولي للفيلم بالداخلة، والذي اكتسب بعد 10 سنوات تجربة مكنته من صنع هوية خاصة به داخل خريطة المهرجانات الوطنية والدولية. اليوم في الدور 11 رسخنا الهوية ديال المهرجان، فأصبح مهرجان إفريقي عربي منفتح على سينما العالم. وبالطبع من أجل هاد الهوية هذه قررنا اليوم البرمجة اللي كانت في هاد السنة هذه أنها تكون من صميم هذه الهوية. الحفل الافتتاحي للمهرجان انطلق بعرض شريط قصير للأفلام المشاركة في المسابقتين الرسميتين للفيلم القصير والفيلم الطويل، ومعها تم تقديم لجنتي التحكيم والتي ستقيم العروض حسب مجموعة من المعايير الفنية. كاين شريط مغربي ولكن كاين أشرطة بالخصوص أعمال إفريقية أشرطة قصيرة. هنا في الداخل التمييز هو أنه بزاف من هذه الأشرطة هذه ما تعرضتش في مهرجانات أخرى، بالتالي هذه هي الفرصة هنايا باش نشوفوا هاد وجهات النظر ديال هاد المخرجين، وبالتالي بين 10 ديال الافلام غتكون جوائز اللي كنتمناها تكون منصفه. وفي لحظة عرفان تم تكريم كل من الممثلتين المغربية أسماء الخمليشي والمصرية رانيا فريد شوقي نظير ما قدمتاه للشاشة العربية، كما تم تكريم أحد المخرجين البارزين في السينما الإفريقية وهو الأنغولي زيزي غامبوا الذي بدأ مساره في التلفزيون الأنغولي وتخصص في الأفلام الوثائقية. أنا مسرور جدا بالتكريم الذي حظيت به هنا بجنوب المغرب، كما أتمنى أن يستمر هذا المهرجان في التواجد وأن يقدم للجمهور دائما أفضل الأفلام. التكريم اليوم هو تكريم كاع الفنانة المبدعين ديال السينما المغربية، ونعاودها بأن شرف لي اللي خديت التكريم في الصحراء المغربية. برنامج الدورة 11 للمهرجان سيشهد مجموعة من الأنشطة الموازية لهذا الحدث السينمائي، منها تنظيم ندوات ومناقشات حول تجارب مخرجين وممثلين وورشات حول صناعة الأفلام وحفل توقيع كتاب، بالإضافة إلى عروض لأحدث الإنتاجات السينمائية الوطنية والدولية.